السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا وصلنا لنهاية الدورة. أحب أذكر أنه هذه الدورات في سبيل أنه تأخذ فكرة عن التقنيات وأيضا اللغات وأيضا الفريموركس المنتشرة حول العالم. انتظرونا إن شاء الله في استمرار بدورة قادمة للوبباك جي اس. حقيقة فريمورك رائع جدا، تلاحظون إحنا في ممكن في أيام بسيطة نعمل مشاريع عملاقة وقوية، وكذلك بيسهل لنا أمور كثيرة. فكروا في المشاريع وحاولوا تستخدموا اللوبباك جي اس، لأنه فعلا فريمورك رائع جدا مبني على الإكسبرس جي اس، واللي هو أصلا مبني على النود جي اس. أكيد إحنا مستمرين بتقديم الدورات المجانية لكل الناس في سبيل أنه كل الناس المحتاجة للتكنولوجي يكون متوفر عندهم بالمجان. تقبلوا تحياتي مهندس محمد عيسى من العراق، مع السلامة.